دلوقتي احنا هنفتح نظام الشيكات ونعمل نماذج بطريقة مرئية عشان نبدأ بعد كده نطبعها للحركات اللي احنا عايزينها. هندخل اليوزر والباسورد، النظام ده عندنا كذا مينيو هنا، في اللي هي فايل واديت ترانزاكشنز في ريبورتس. المهم عندنا بالنسبة لنا اللي هو الترانزاكشنز والريبورتس. تمام، الترانزاكشن دي احنا بنبني فيها النماذج اللي انت في الاخر بتربطها بالحسابات. في الريبورتس ده بتطبع الامر اللي هو فاتورة شراء بأنواعها. ماشي، لو جينا فتحنا هنا شاشة النماذج، في متقسمة لأربع أجزاء. في جزء على الشمال ده البنود بتاعتنا اللي بتضم جميع البنود بتاعت الشيكات اللي انت ممكن تضيفها لكل شيء، اذا كان رقحي او اهلي او ايا كان بقى. في عندك الجزء اللي في النص ده الكونتينر او الحاويه اللي انت بتضيف فيها الشيك، او تعتبر بالنسبه لك المساحه بتاعت الشيك. تبدا تحط لها بقى الحجم بتاعها، اسمه ده الارتفاع والعرض وكده، وبعد كده ترمي البنود اللي انت عايزها عليها زي ما احنا هنشوف دلوقتي. في عندك الجزء اللي على اليمين ده الاتريبيوتس او البروبرتيز اللي هي خصائص كل بند بالبنود ده له خصائص. زي ايه بالنسبه للديزاين بتاعنا؟ في اللي هي الاحداثيات بتاعته، اللي انت الاكس اللي انت هيكون مكانه فين لفوق ومكانه فين بالافقي ورأسي، يعني هو الاكس والواي. وفي حاجات تانية زي مثلا القيمة، لو انت عايز تعمل تيست، لو جينا مثلا سحبنا سحب والقاء كده، هتلاقي لو جيت وقفت هنا هتلاقي دي اختلفت على حسب اللي انت وقفت. لو وقفت انا على كونتينر على الشيك نفسه هيديك الخصائص بتاعته، وقفت على البند ده هيديك الخصائص بتاعته. من ضمنها ايه؟ اللي هو الفونت، عايز تكبر تصغر الفونت، بولد، مش عارف ايه، كل ده بيتسجل. طيب مساحة الشيك هذا يعني ستاندرد موجود صح؟ مساحة، لا مش ستاندرد. لا مساحة الشيك انت بتحطها لازم تكون قايسها مسبقا وعارف مقاسها وتحطها هنا، لان في شيك صغير، في شيك كبير، في شيك الارتفاع بتاعه عالي شوية، في شيك بيكون ارتفاعه صغير، فشيكات مختلفة. فانت قبل كل شيء بتوقف هنا على المساحة بتاعت الشيك، هيجيلك الارتفاع ويجيلك العرض، تروح حاطط القيم بتاعته. بالنسبة لنا احنا مش ما يهمناش الموضوع ده، لان ده تيست، ده اختبار بس عادي.